مرحبا بكم في تندنس بلوس لا ثروازيام سيزون. ثلاث ادريس اوتيل باش نتعرفوا عليهم اليوم. هاي ستايل في النصر 2، زانيمو في شطرانة، ناجح اوت كوتور في المنار 2. الادريس الاولى في حلقه اليوم سالون دو كوافور اي انغلوري هاي ستايل في النصر 2. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تندنس بلوس. اليوم حلقتنا تبدأ من شارع هادي نويرة النصر 2 هاي ستايل، يمين يسار دو لوكو فيهم انغلوري سوانيت كيراتين كولوراسيون كل شيء اللي يهم المرأة. يلا نشوفوا مع بعضنا. دونك هذا الديبارتمون اللولاني، هوني ليتاج في كل ما يخص الشعر، بروشين كولوراسيون سوانيت كيراتين كل شيء باش يخرج شعرك مزيان. نشوفوا مع بعضنا زاد لوطا فما الديبارتمون انغلوري استيتيك، يلا نكتشفوا مع بعض. هاي ستايل سنتر دو بوتي سباسيو ديستيني او فام. اسباس انغلوري كل ما يخص لي زونغل جيل بوز بيرمانانت سوا مان. الحاجه اللي هوني الباهيه اللي الكليانت ما تقعدش تستنى خاطر فما برشا بيرسونيل هوني يعملوا بلوزيغ برومو بلوزيغ فورفي، دونك تجي تلقى بلاصتك حاضره. هوني لي كابين نتاع الاستيتيك ابيلاسيون مساج سيلاسيل ميك اب. انا باش نمشي نغسل شعري ومش نعمل مكياج، قولوا لي شنو رايكم. ميك اب سيلاسيل مساج كوافور وكل ما يخص الشعر من كولوراسيون ميش وكيراتين. عسلامة عسلامة، مرحبا بيك في تندنس بلوس. مرحبا بيك في حلقة ستايل بحدنا. عايشك، ميرسي بوكو على الميك اب. ياسر عجبني، تخي سامبل سوفت، سي سكو جو دوموند. دونك كان نبداو بلا كيستيون ستاندار، كيفاش بديتو كيفاش جاتكم الفكرة من لونغلوري ومن بعد حليتو ان اوتر لوكال؟ بون انا مغلومة من الاول، بدينا عملنا انغلوري كهو، حلينا ان بتي لوكال ومن بعديك زدنا كبرنا بشوية بشوية باش ما عادش كليون قاعد يستنى برشا، جبنا افكتيف اكثر بيرسونيل اكثر باش ما عادش يقعد يستنى. احنا الكونسيبت نتاعنا نعملو بوكو دو فورفي باش لي كليون كل يجيونا. اون بلوس بيرسونيل نتاعنا تاير على الاخر ديجا خاطرينو بالكعبه. داكو عباد بروفيسيونيل على الاخر وما شاء الله خدمتهم طياره والكليون ديما يخرجوا فرحانين الحمد لله. داكو تعملوا ميك اب عروسه هوني؟ نعملوا ميك اب عروسه ديجا عاملين دو فورفي نتاع اون نويتي و دو نويتي. داكو وكي نحكيو شويه على لي برومو لي فورفي هذوما. عاملين في البروتين عاملين 120 دينار ومعها كادو جيل كابسيو فيرني بيرمانو. داكور. عاملين كافيار تو لي لونغور دو شوفو 79 دينار. داكور. كيراتين 49 دينار تو لي لونغور دو شوفو. عندنا لي سوان فيزاج، لي سوان فيزاج عندنا في البازيك و سبيسيفيك ا 19 دينار 900 سبيسيفيك. عاملين في لونغلوري جيل كابسيو فيرني بيرمانو ا 20 دينار سولمون. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Des forfaits et des promos à des prix imbattables cette année aussi comme quand le chat. Forfait mariage, des promos kératine, soins cheveux, visage, mains et pieds. La drissa fenia fi halqat el youm, animaleries, animaux fi chatrana.
Notre deuxième adresse est aujourd'hui à Fischer Train Athleta, 45 rue des Fruits. Les labites et les tâches de l'aïwanet. Ici, c'est la meilleure adresse des animaux. Vous trouverez les meilleurs prix, le meilleur conseil et la meilleure qualité. Vous voyez ce qu'on va voir? بونجور صافا لاباس عليك لاباس شنو حوالك مرحبا عايشك مالوك انا ديما هوني اي نعرف دار داري اي اما اون فيت عندي بورتي نتاع شيو اي مبروك ميرسي اي شنو هذا كارلان اي كارلان اي باهي قداش جابت اربعه اي مبروك جيب لنا زرير اي باهي دونك نحبك تشوف شوف لنا شنو لازمهم وكل شيء داكوغ سوبر اي نمشي نعملوا دورك زانيمو Magasin spécialisé dans la vente des petits animaux de compagnie, des produits, des accessoires et même aussi les conseils. Alors, donc quand est-ce que vous avez Aïcha? Deux mois. Deux mois, mm-hmm. D'accord, super. Donc, je n'ai une croquette donc, très riche en protéines. D'accord. Mais il y a les petites races ainsi que les grandes races. Vous avez beaucoup d'immunité et tout ça. Donc, Zanilove, c'est le top. On a une gamelle spéciale chiot. D'accord, كل ما يكلوا مع بعض. كل ما يكلوا مع بعض، en plus c'est du slow eating. علاش باش ما يكلش بالزربة. الكلب هكا هو كي ياكل كعبة كروكيت تبدا تدور هي. هنا دونك هكا سا نو بيرمي باش احنا نقولوا له كل بالشوية خير من ياكل بالزربة يعمل اوكليزيون انتستينال ولا حاجة كيما هكا. دونك slow eating، en plus نجم ياكلوا كل فرد وقت هما أربع كعبات تبارك الله. دونك فوالا، دونك كملنا من الجمال. Sûrement, Ram Fadar, Bdeo. Elle colle Dunya. Très, très bien. Donc, j'ai ce qu'il faut. Donc, j'ai déjoué pour Chio. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Donc, voilà. عندك هذوما لي جوي اعطيهم لهم خليهم لهم فولونتي يشيخوا بهم. هكاك ما عادش يدوروا لك بالدبش نتاعك انت. اش عاملين معاك؟ يوسخوا باختو. هكاك باهي نتعلم وبديت نقري شوف شوف جي لا سوليسيون باش نعطيك دي تابي ابسوربون اي او ميم طون سي اتراكتيف معناتها كي تحطها لهم في بلاصه باش يمشي لو شيو وحده يولي فركسه هي ويمشي وسخ فوقها دونك لي تابي هذوما تحطهم لهم اسي باش ما تبدلش البلاصه باش يستانسوا بالبلاصه هذيك اي بي تابي تنجم تشدك 24 36 اور كي تراها تمسخت برشا بدلها كل شيء ثم ديس في الباكو هذايا كان كبروا شويه عندنا اكبر عندنا باكوات اكبر عندنا كيما تحب انت داكوغ هذه باش تفض لك المشكله نتاع لي بوزوان والحكايات هذوما سورتو فوالا فوالا Donc, qu'en fakru chwaya, les animaux, c'est pour les animaux. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'animalerie par excellence. On a tout, les accessoires, les aliments, le conseil surtout. Nous avons des clients internes, nous avons des clients qui nous ont fait avec les clients, avec les clients. Voilà, quels sont les produits qui sont les produits des animaux? On a donc notre marque, donc c'est Carnilove. Mm-hmm. C'est une marque très connue mondialement. Et qui est le leader sur le marché mondial. Alhamdoulilah, on a eu cette marque en exclusivité, on va dire, chez Zanimo. Et il y a le Haja Loulani. Le Haja Thania, vous savez, la Suem, l'euro, le dinar, etc. Donc, on a développé notre propre marque aussi. D'accord. Qui fait deux, trois choses. Qui fait, alors, la marque, c'est Zanilove. Ok, j'ai choisi tunisienne. Voilà, tunisienne, c'est un code à barre 619. Tout ça, tout ça. Mahalleya, consommant local, on va dire. Faire la litière, faire les croquettes, faire les accessoires. Faire les accessoires, les laisses, les colis, etc. On a allé chez nous, Mahajet, nous avons un peu de temps, nous de très très bonne qualité. On a hésité à des échantillons اللي صنعناه في تونس وريته لي فورنيسور نتاعي اللي كانوا يبيعوا لي من برا من ايطاليا اكسترا قالوا لي حاجه خارقه للعاده اون فوا بوركوا باش تقوم تجيب من عندنا احنا بيسكو عندك حاجه في الكاليتي هذه اليوم تتعمل في تونس وسمينا لا مارك دونك كيما قلت لك زانيلوف فوالا دونك اون اي تري كونتون سورتو كو وصلنا نخلطوا للكليون حاجات
بسوم اللي يقدر عليه اليوم معناتها. داكوغ. فوالا. دونك هذا لافونتاج كونكورونسيال بارابور للاخرين. اكزاكتومون بارابور على كونكورونس. دونك سي فوتر مارك زاني لوف. فوالا زاني لوف هي اللي شاده توا بلاصه باهيه ان شاء الله سور لو مارشي. بارفي. دونك نشوف في زانيمو ان بو بارتو. دونك سا سابيل اون فرانشيز. اكزاكتومون ماهمش حوانتي انا مي سون دي بوتيك. اللي هما انتريسي بار لا فرانشيز وجاو قالوا نحبوا نحلوا مش انيمالغي ويسميها وحده على روحه مش يبدا من الاول وجديد فوالا اونوتوريتي يحب الاسم نتاع زانيمو باش يخدم باللي برودوي نتاع زانيمو دونك ثم اون فرانشيز كي سي ديفلوبي في المنزه 5 ثم واحده اخرى ريسامون في النصر هاي اون اكسيلونت بوتيك كبيره واسعه وكل شيء ومشرها وانا بوكو دوموند ثم دي دوموند في البونليو نور ثم دي دوموند بونليو سود ثم دي دوموند في الساحل ثم في صفاقس في جربه معناتها اون اي اون تران دو فيلتري وذاك شنو نحبوا نوصلوا له اللي يوليو دي فرانشيز تاع زانيمو في البلايص الكل باش اي واحد في اي بلاصه في الجمهوريه يخلط له السوم تاعنا احنا باسكو لي فرانشيز بيان سور ريسبكت لو بري افيشي تاع زانيمو هذايا مش يبيع على كيفه كيما اي انيمال غي اخرى او غله هاو رخصه او على شنو هاو كذا Et vous trouvez chez Zanimo tous les sortes des animaux de compagnie, chats, chiots, oiseaux et même aussi des animaux de race pure. L'adresse est celle de la fin la styliste Najeh Haute Couture fait le Manar 2. Notre troisième adresse est dans le Manar 2, c'est la ville de Najeh Azouzerbeï, Najeh Haute Couture. Robe de mariée, ksewir, faten, robe de soirée et surtout une touche traditionnelle exceptionnelle. Je vous montre la collection 2018. Donc quand ahna tawa fi le premier showroom fi qfaten ksewi des robes de soirée surtout fi traditionnel madame Najeh tkhdem a traditionnel mais un peu revisité donc fi chic ou moderne mzien yeser Najeh Haute Couture styliste douée et perfectionniste farzat rouha fi alam el mouda wel jamal btasanimha traditionnel revisité au plus moderne de la zouq el kol هذا لو بروميير شوروم فما ان دوزيام شوروم نخرجوا له مع بعضنا فيه كوليكسيون غدا ياسر مزيانه ياسر حلوه هوني لو دوزيام شوروم فيه اون اوتر كوليكسيون 2018 اما فما اون روب سي با اون روب ان فيت مي فوتا او بلوزه تلبس في لوطيه تري سامباتيك ياسر مزيانه لا كولور لو روج بوردو ياسر محليه القماش فلورال محليه لي زيبول دونك اون كرياسيون ياسر مزيان مدام نجاح عظيمه مرحبا بك في تندنس بي عايشك احنا فرحانين برشا اللي احنا هوني موجودين معاك وين زاده سورتو ك اسم كبير من قبل عايش دونك نبداو نحكيو على البدايات احنا نعرفوا اللي انت من عائله موجوده من قبل في الدومين وبديت في القماشات دونك كيفاش بديت الحكايه معاك الوالده ربي فضلها هي اللي كانت في الميدان من الصغرى ومماتي زادا عماتي خالاتي الكل معناتها تربيت في بيئه من الاول نشوفوا القماش ونشوفوا الموضه على حسب الوقت هذاك في الوقت هذاك معناتها الموضه نعرفوا لي انت قبل كنت في منوبه وتوا وليت في المنار 2 شنو هي لا كوليكسيون الجديده اللي موجوده هوني وحسيت جي رماركي اللي فما اون توش تراديسيونيل في شاك بيس هو في الحقيقه اول ما بديت انا في الدومين نتاع الستيليزم موديليزم كان تستهويني برشا اللي التراث نتاعنا التونسي كنت ديما كي نشوف الحاجه العربي الحلوه الزمنيه ماذا بيا نوظفها باش نخليها تكون لبسه سهله لاي سيده تونسيه معناتها ما
تستثقلهاش. حاولت نوظف التريزا العربي، القماشات اللي كانوا قبل كيما اللباس نتاع المهدية، الكوفية، الكانتوش نتاعهم، حبيت زادا نوظفه في حاجة تكون سامبل ومزيانة او ميم طون تكون مودرن. هو هذاك هو الهدف نتاعي من اول ما بديت نخدم، اللي احنا موروثنا كبير برشا يلزمنا نوظفوه. داكوغ، هيك علاش نلقاو في كل بيس اون توش تراديسيونيل، و اسكو فو فيت دو مودرن والا كان تعمل كان حاجة فيها اون توش تراديسيونيل؟ لا لا لا، نخدمو بطبيعة نخدمو حاجات مودرن. حاولنا سنين ندخلو الكساوي نتاع العرايس، روب العرايس. كي يجي المستهلك اللي معناتها يلقى الشواء، ما فما عباد يميلوا للتوش تراديسيونيل وفما عباد ما حرفات ما يميلوش يحبوا حاجه مودرن سامبل دونتيل تول. تعمل سور ميزور؟ نعملوا سور ميزور اكيد. معناتها السيده ما تلقاش ما تحيرش تكون ضعيفه ولا سمينه، تلقى عندنا الموجود الحاجه اللي تحب عليها هي وبقدره ربي تخرج كان فرحانه. سوبر. وعامله دي فورفي نتاع عطيه عروسه ولا بيانتو؟ ان شاء الله بيانتو باش نعملوا دي فورفي يكونوا حلوين، فيها روبه العرس، كسوه العطيه، قفطان الصداق، ونعملوا زيدا للعروسة جيست حلوة نخليوها سيربريز، مش كل شيء نحكيوا عليه. وللعروس ياخذ الكسوة نتاعو غراتوي من عنا نتاع لوطية. معناها تعملوا كسوة نتاع الرجال؟ اي نعملوا هذاك. كي تاخذ من عنا الفورفي معناتها العروسة كادو ليها هي، ابار كسوة روبة العرس، كسوة لوطية، قفطان الصداق، عندها كادو من عنا، والعروس يلبس من عنا بلاش لليلة لوطية. ليلة لوطية دونك تراديسيونيل بيان ايفيدامون. اكيد. ميرسي بوكو مدام. يعيشك. ميرسي. نجاح كوتور افتتحت مؤخرا احد ارقى محلات الموضة في المنار 2، وين اعلنت على كوليكسيون 2018، اون كرياسيون اونيك بور اون فام تري شيك اي توندونس. Découvert ensemble trois adresses, High Style, El Nasser, Zanimo, Chotran Atleta et Najah Haute Couture, Manar Tnin. Nous avons comme de nouvelles propositions à partir de la page Facebook Tendance Plus. Et nous vous dis à la semaine prochaine, fin d'après le temps.